قالوا الهلال مسجل ثلاثة لكنه غايب تماما ممكن المباراتين الماضية، لا أداء ولا تسجيل كلها. شفنا أيضا تصريح كان للدياز يتكلم بعد مباراة الاتفاق، يتكلم عن ماريجا وميشيل وإيجالو أنهم يعني اللاعبين اللي يعودون على التسجيل أنهم صايمين عن التهديف، وهذه إشكالية. أنت هذا الوقت اللي ممكن أنت فعلا تنقذ فريقك.